طهران ياسر مسعود، أهلا بك ياسر. يعني ياسر، أريد أن أتحدث بنقطتين. نبدأ بالانتخابات الرئاسية. كلام الرئيس الإيراني حسن روحاني فيه لهجة شديدة بأن الانتخابات بشرعية النظام أنها مرهونة بالمشاركة الشعبية. ما هي المخاوف بالتحديد بالنسبة للإصلاحيين؟ بداية أصيب، لا يمكن القول بأن المخاوف الآن باتت تقف عند حدود التيار الإصلاحي أو المعتدل، حتى عندما يتحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني ويدعو إلى تدخل من قبل المرشد باعتباره الشخص الوحيد المعني بإمكانية إجراء تعديل في قرار مجلس صيانة الدستور، إنما اتسعت إلى وجوه أصولية وحتى ربما تعتبر في خانة المتشددين، عندما نتحدث على سبيل المثال عن صادق آملي لاريجاني وهو عضو في مجلس صيانة الدستور وهو أيضا رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، وبالتالي لا يمكن اعتبار هذه الانتقادات تأتي فقط من التيار الإصلاحي. أما بشأن المخاوف فهي يعني يمكن اختصارها بأن إذا ما قل حدة التنافس في السباق الرئاسي بالتالي ستقلل من حدة المشاركة الشعبية، وكما قال اليوم الرئيس الإيراني حسن روحاني وكثير من الوجوه من كلا التيارين تحدثوا على أن شرعية النظام تكمن وربما تعتمد يعني بشكل أساسي على المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية باعتبارها الانتخابات الأهم لدى البلاد، يضاف إلى ذلك اعتبار النظام إزاء العالم بشكل عام. طيب، أيضا ياسر، في موضوع مباحثات فيينا، يبدو أن هذه الجولة الخامسة هي الأخيرة. تفاؤل الإيرانيين أكثر من تفاؤل الأمريكيين. الأمريكيين حتى الآن لا يعرفوا إذا كانت طهران مستعدة للقيام بالتزاماتها الكاملة ضمن الاتفاق. إلى أي حد وصلت طهران وهل هي مستعدة لذلك فعلا؟ ما الذي تشير إليه التصريحات حتى الآن؟ رسميا اذا ما تحدثنا عن يعني مدى التزام طهران بالاتفاق النووي وعودتها الى هذا الاتفاق، هو الخطوه الاخيره التي جاءت من قبل المجلس الاعلى للامن القومي الايراني والتي يعني وافقت على تمديد الاتفاق المؤقت مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، فهي بهذا القرار كما قال المتحدث باسم الحكومه الايرانيه علي ربيعي من انها تعكس حسن نوايا ايران ورغبتها الشديدة لإعادة إحياء الاتفاق النووي وعدم عرقلة المسار السياسي الجاري في فيينا يعني تعقيد العلاقات التقنية ما بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذلك من هنا طهران تريد العودة إلى الاتفاق النووي. أما على الصعيد التحليل فيقال يتفق ربما الجميع على أن يعني السلك الدبلوماسي الإيراني هذا وحتى حكومة حسن روحاني تسعى إلى تحقيق منجز قبل نهاية عمرها وحتى ربما قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية، وبالتالي من أولوياتها على الصعيد الخارجي هو إعادة إحياء الاتفاق النووي، وتحديدا هي تدرك بأن هذا الملف سيؤثر إيجابا على الوضع الاقتصادي في الداخل الإيراني. شكرا لك جزيلا ياسر مسعود من طهران.